نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الموصلة غير محاصرة بالكامل، وهناك مجازفة بأن يتسلل بعض مسلحي داعش إلى سوريا. وأكد أن روسيا ستتخذ قرارات سياسية وعسكرية في حال هرب داعش من الموصل إلى سوريا. لافروف وفي مؤتمر صحفي في موسكو أمل في أن يكون التحالف الدولي دقيقا وواعيا جدا لذلك. وفي موضوع حلب قال لافروف أن تعليق الطلعات الجوية الروسية والسورية هو عبارة عن إبداء حسن النية دعما للفصل بين المعارضة في حلب وجبهة النصرة. وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن أن سلاحي الجو الروسي والسوري أوقفا بدءا من 10 من صباح اليوم الغارات في منطقة حلب. شويغو أشار إلى أن روسيا تتوجه إلى قيادات البلدان التي لها تأثير على المسلحين شرق حلب لإقناعهم بمغادرة المدينة. القوات الجوية الروسية والسورية أوقفت اليوم الضربات الجوية في منطقة حلب، ويعد الإيقاف المبكر للضربات الجوية ضروريا لإعلان الهدنة الإنسانية في 20 من تشرين الأول أكتوبر. ويضمن هذا الإجراء سلامة الخروج عبر 6 ممرات للمدنيين وإجلاء المرضى والجرحى من القسم الشرقي لحلب. ونحن ننشد البلدان التي لها تأثير على المجموعات المسلحة في القسم الشرقي من حلب إقناع قادة هذه المجموعات بوقف القتال وترك المدينة. ستنسحب القوات السورية بالتزامن مع بداية الهدنة الإنسانية إلى مسافة كافية، ما يسمح للمسلحين بمغادرة حلب الشرقية. في المقابل، رفضت جماعات مسلحة سورية الانسحاب من الأحياء الشرقية لحلب. وقال زكريا ملاحفجي المسؤول السياسي لجماعة فاستقم كما أمرت أن الفصائل ترفض الخروج بالمطلق والاستسلام. بدوره قال الفاروق أبو بكر القيادي في حركة أحرار الشام أن مقاتلي المعارضة سيواصلون القتال. معي مباشرة من العاصمة الروسية مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي، لنرى سلام ما هي خلفيات هذا الإعلان الروسي وأيضا خطوط التوافق عليه مع الدول المعنية. هنا أعني طبعا 8 ساعات التي أعلن عنها الجانب الروسي لوقف الطلعات الجوية فوق الأحياء الشرقية لحلب. كما يبدو نحن بدأنا نقطف ثمار اجتماع لوزان قبل أيام بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول، وبالطبع نتحدث بالدرجة الأولى عن الوزيرين لافروف وكيري، لا سيما بعد أن قررت موسكو يبدو انطلاقا من تلك التفاهمات التي تم التوصل إليها في لوزان إلى إعلان هدنة إنسانية يوم الخميس المقبل. روسيا استبقت، ليس فقط استبقت الهدنة وإنما أيضا طورت الموقف المتعلق بهذه الهدنة التي ستنطلق صباح الخميس من 8 صباحا وحتى 4 بعد الظهر بموقف جديد يظهر مدى جدية موسكو في التعامل مع هذه الهدنة، وأيضا ربما هي رسالة واضحة المعنى والمحتوى وتفيد بأن موسكو دائما تفي بالتزاماتها. عندما تقطع على نفسها تعهدات فهي تفي بهذه التعهدات. لذلك سمعنا اليوم الوزير شويغو يتحدث عن تعليق العمليات الجوية للطيران سواء كان الروسي أو السوري في قصف مواقع المسلحين في حلب، تحديدا في حلب الشرقية، وإتاحة الفرصة لخروج المدنيين المصابين الجرحى عبر 6 ممرات آمنة لهم، بالإضافة إلى ممرين للمسلحين. ونسمع اليوم أن هؤلاء المسلحين بإمكانهم أن يخرجوا من حلب الشرقية بسلاحهم على ما يبدو، وهذا كان ضمن الشروط السابقة للتفاهم الروسي الأمريكي. نعم. المقصود هنا طبعا بالسلاح الفردي وليس بالأسلحة الثقيلة، فمن المعروف أن لدى المسلحين أسلحة ثقيلة وهذه محظورة لأن تخرج سلام مع المسلحين. لذلك موسكو كان لافت
أيضا سلام ما قاله شويغو اليوم من أن غدا الأربعاء سيكون هناك اجتماع الخبراء العسكريين في جنيف، وروسيا أرسلت وفد إلى هناك. يبدو هذا الاجتماع مهتم بما يجري تحديدا أو ترتيب الأوضاع في حلب، أليس كذلك؟ ماذا يحمل الروس، أو هل يحمل الروس أفكارا جديدة تتعلق بهدنة الخميس سيناقش العسكريون غدا الأربعاء في جنيف؟ في الواقع منذ البداية الروس قالوا حتى قبل اجتماع لوزان وأثناء اجتماع لوزان وبعد اجتماع لوزان بأنه لا توجد مبادرات جديدة وأفكار جديدة، فكل شيء متوفر للإيفاء بالالتزامات التي تم التوصل إليها مسبقا، لذلك لا توجد أفكار جديدة، وإنما هناك بعض الآليات الميدانية والعملية والتقنية التي تحتاج إلى التنسيق والاستمرار في تطبيق هذه الآليات. لذلك الخبراء العسكريون سيجتمعون غدا في جنيف للبت في هذه الأمور والانتقال إلى التطبيق الفعلي، خاصة ما يتعلق بآلية خروج المسلحين من حلب. وأيضا طبعا ذلك يجب أن يترافق مع انسحاب جزئي، يعني انسحاب لمسافات محددة من قبل القوات السورية لإتاحة المجال للمسلحين كي ينسحبوا من حلب عبر ممرين. لذلك هنا الحديث يجري عن التقنيات، عن المسائل والتفاصيل التقنية المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق. أيضا هنا من الضروري الإشارة إلى مسائل أخرى تتعلق بمدى إمكانية إقناع، يعني من قبل الدول البعنية التي لها تأثير اليوم، هذا أيضا تحدث عنه الوزير لافروف فيما يتعلق بالهدنة. أيضا تعلق أن كل شيء يتوقف أيضا على الدول التي تمول وتسلح وتدعم سياسيا وتوفر غطاء سياسي للجماعات المسلحة، وحتى يعني ذكر هذه الدول بالاسم، قال الولايات المتحدة، قال دول إقليمية معروفة، فعلى هذه الدول يجب أن تفي بتعهداتها فيما يتعلق بالفصل بين الجماعات المسلحة التي تعتبر معتدلة وتلك التي تصنف إرهابية. إذن هي مسائل فنية تتعلق بكيفية ترجمة هذا الاتفاق على الأرض في حلب. أشكرك جزيل الشكر سلام العبيدي مدير مكتب الميادين، كنت معنا مباشرة من موسكو، وتوجه مباشرة إلى حلب شمال سوريا، ومن هناك مراسل الميادين رضا الباشا. لنرى رضا معك كيف تسير الأمور على الأرض في حلب. يبدو رضا الباشا ليس معنا، قد نعود إليه في وقت لاحق خلال هذه النشرة. وفي سياق الحملات الغربية ضد روسيا وسوريا، تنسق بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عمليات ضغط في مجلس الأمن بهدف وقف العمليات في شرقي حلب، وقد تدعو هذه الدول إلى جلسة خاصة في الجمعية العامة الخميس بهدف الحصول على قرار منها. تقرير نزار عبود. بعد اجتماعات لوزان حول سوريا والحديث عن عقوبات جديدة بحق دمشق وموسكو في لندن، صعدت الدول الغربية ضغوطها في نيويورك، وكان المطلوب رفع الحصار عن شرق حلب وفرض حظر طيران جوي على المدينة. يجب عليهم وقف قصف حلب، وإذا فشلوا فإن الاحتمالات مفتوحة، بالإمكان اللجوء إلى شتى أنواع الضغوط. هذا ما بحثناه في لندن أمس، وهذا ما سنتحدث عنه مرات هنا على مدى الأسبوع. مجلس الأمن الدولي استمع في جلسة مغلقة لإحاطة من ستيفان دي مستورا المبعوث الخاص إلى سوريا، وبقيت العقدة في الخلاف حول محاربة الإرهاب. مندوب روسيا كشف أن دولا إقليمية تعهد بفصل المعتدلين في شرق حلب وعددهم 10,000 عن جبهة النصرة، والتي يقال أن عدد مقاتليها لا يتجاوز 900. محاربة الإرهابيين هو ما تفرضه قرارات مجلس الأمن الدولي، لا يمكننا تركهم بحالهم في الموصل، ونعلن أن مقاتلي جبهة النصرة مواطني شرف في حلب، وإبلاغهم بوجوب الرحيل يجب أن يتم على يد المقاتلين المعتدلين الذين عددهم أكبر منهم بكثير. وأضافت شوركن أن النصرة رفضت مقترحات ديمستورا، وهي التي تقود المسلحين في شرق حلب، ولا يمكن لأي حكومة أن تقبل قصف مدنييها غرب المدينة دون أن توقفه. مندوب روسيا اتهم الدول الغربية بممارسة معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين، وتساءل لماذا لا تطلب الدول الغربية فرض حظر طيران فوق صنعاء بعد المجزرة الكبيرة التي وقعت في الصالة الكبرى في المدينة. نزار عبود،
الأمم المتحدة نيويورك الميادين. وإلى حلب ورضا الباشا أصبح جاهز الآن معنا. رضا، كنا نريد أن نعرف من خلالك كيف تسير الأمور على الأرض في حلب فيما يتعلق بالهدنة المرتقبة وأيضا إيقاف الغارات الجوية وكل المسائل اللوجستية الأخرى المتعلقة بما يتم الحديث عنه، عن ترتيبات تتعلق بشرقي حلب تحديدا. نعم كمال، فعلا الترتيبات تقريبا في مدينة حلب باتت جاهزة، يفصلنا يومين تقريبا عن يوم الخميس ما تبقى من هذا اليوم ويوم الغد. من المقرر أن تكون البداية الساعة 8 صباحا يوم الخميس من أجل التمهيد لخروج الجماعات المسلحة. القوى الأمنية بمختلف أنواعها في مدينة حلب من أجهزة الشرطة إضافة إلى القوى العسكرية أجرت عدة اختبارات على مدار الأيام الماضية من أجل تحديد الطرق وسبل خروج الجماعات المسلحة، مع ضمان عدم تعرض هذه الجماعات لأي نوع من الأنواع الإساءة سواء حتى ولو كانت بالإشارة. هذا ما أكدته القيادة العسكرية في مدينة حلب. المسلحون سيخرجون من أحياء حلب الشرقية طبعا بالسلاح الخفيف خالي الذخيرة من يرغب بالخروج من هذه الأحياء. تبدو الأمور تتجه باتجاه الخواتيم طبعا، خاصة وأن بعض الجماعات المسلحة بدأت تتهم البعض الآخر بأنهم على مدار الأيام الماضية وبعد مفاوضات مع الجيش السوري والقيادة العسكرية في مدينة حلب عملت على إخراج عدد من المسلحين، وهذا ما نقل من داخل الغرف العمليات للجماعات المسلحة داخل الأحياء الشرقية لمدينة حلب يتحدثون عن خروج مسلحين. إلى الآن لا يوجد أي تعليق أو رد رسمي من قبل القيادة العسكرية في مدينة حلب إن كان خرج مسلحين من داخل الأحياء الشرقية أم لا، ولكن تنسيقيات الجماعات المسلحة التسجيلات الصوتية الصادرة من الأحياء الشرقية لمدينة حلب تتحدث عن أن الفصائل المسلحة تتحدث عن خروج عدد من المسلحين في الأيام الماضية، لما نعلمه جيدا داخل الأحياء الغربية ومناطق سيطرة الجيش السوري بأن التجهيزات باتت كاملة من أجل خروج الجماعات المسلحة. على مدار الأسبوع الماضي قامت القيادة العسكرية بعدة تجارب من أجل تهيئة الطرقات التي ستسلكها الجماعات المسلحة من أجل الوصول إلى ريف حلب الغربي أو الوصول إلى ريف إدلب الشمالي. طبعا المعابر التي حددت من أجل خروج الجماعات المسلحة هي معبر الجندول في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة حلب وفي الجهة الجنوبية للأحياء الشرقية، والمعبر الثاني هو معبر بستان القصر الذي سينتهي به المطاف إلى ما هو معروف بدوار الموت وينتهي إلى خان العسل نحو الأحياء الغربية نحو الريف الغربي لمدينة حلب. ولكن كمان لابد أن أشير إلى أن مدينة حلب شهدت في الأسبوع الماضي اجتماعا كان على مستوى الجماعات المسلحة من أجل الخروج من الأحياء الشرقية، وتم التواصل مع الجهات الأمنية في مدينة حلب من أجل خروج جبهة النصرة والفصائل المتشددة من داخل الأحياء الشرقية لمدينة حلب مع بقية الفصائل في الأحياء الشرقية على أن يعاد سيناريو يشبه تماما سيناريو الحي المعظمية في أو منطقة المعظمية في ريف دمشق. طب يبقى المسلحون من أبناء المناطق كلجان دفاع ذاتية تعمل تحت إشراف واضح من قبل الأجهزة الأمنية للجيش طيب رضا الدفاع عن المناطق مع أسلحتهم الخفيفة في المنطقة. سننتظر طبعا الساعات المقبلة ويوم الخميس تحديدا لمعرفة كل هذه التفاصيل كيف سيتم تطبيقها على الأرض في الأحياء الشرقية لحلب. أشكرك جزيل الشكر رضا الباشا مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من حلب. وفي الجانب الميداني أيضا يواصل الجيش السوري في ريف حما الشمالي تثبيت مواقعه وتعزيز نقاطه في القرى التي استعادها خلال العملية العسكرية التي أطلقها مطلع الشهر الحالي. الاستراتيجية التي يتبعها الجيش السوري في عملياته العسكرية على جبهة ريف حماة تقوم على الثبات مباشرة في المواقع التي يسيطر عليها، ريثما تتسلمها مجموعات جديدة للجيش السوري مهامها التمركز في النقاط التي استعادتها مجموعات الاقتحام. 11 يوما على بدء العملية العسكرية استعاد خلالها الجيش السوري 13 موقعا وقرية لكل منها أهمية عسكرية في العمليات المقبلة. طبعا بعد ما أخذنا قرية معان احنا تحصلنا وعم نتمركز مبدئيا وبدنا ناخذ أبعاد المنطقة مشان نأمن خط دفاع أول. طوق ناري يسعى الجيش السوري إلى تثبيته في المناطق التي يسيطر عليها تمكنه من التقدم واختراق خطوط المواجهة باتجاه مورك وصوران وطيبة الإمام وعطشان.
تم تثبيت قوات والآليات الثقيلة باتجاه المحور الغربي والمحور الشمالي باتجاه موريك باتجاه تمانعة باتجاه صوران تلبزام للبدء بالمرحلة التالية من استعادة المناطق من سيطرة الإرهابيين. عملية الجيش السوري مستمرة حتى إعادة كل النقاط التي ما زالت تحت سيطرة المسلحين وصولا إلى حلفاية للبدء بالمرحلة الثانية في قضم قرى جديدة لم تكن بيد الجيش سابقا وفق مصدر عسكري. نبدأ نشرتنا من أخبار الميدان، حيث دمرت وحدة من الجيش والقوات المسلحة في درعا ويكرين وسيارة ونقطة محصنة فيها رشاش متوسط مع طاقمه، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين في الطرف الجنوبي الغربي لمخيم النازحين بدرع البلد. وفي ريف القنيطرة استشهدت امرأة متأثرة بجروحها بسبب إصابتها برصاص قناصة إرهابيي جبهة النصرة المنتشرين في التلول الحمر إلى الشرق من قرية حضر. كما استشهدت امرأة وأصيب ثلاثة مواطنين بقذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على حيي الحمدانية والميدان في حلب. وفي حماة استهدف سلاح الجو السوري تجمعات للإرهابيين وقضى على 21 بينهم 3 متزعمين هم أكرم الحسيان وأحمد جميل الصالح ومرعي الدين رحال في صوران، إضافة إلى تدمير مقر وآلية مصفحة وسيارة محملة بالذخيرة، وإلى إضافة إلى منصة إطلاق صواريخ تاو لإرهابي ما يسمى تجمع العزة في مورغ وطيبة الإمام بريف المحافظة. وفي دير الزور دمر الطيران الحربي مقر قيادة ومنصة إطلاق صواريخ وقضى على أعداد من الإرهابيين في ضربات جوية ومدفعية على تجمعات داعش في المريعية والحويجة والحميدية وحويجة قطع وشمال غرب تل بروك والساتر الشرقي للمطار والجفرة. إلى ذلك دمرت وحدة من الجيش سيارة لإرهابي تنظيم جبهة النصرة في مدخل سنجار بريف إدلب. استشهدت امرأة وأصيب عدد من الأشخاص بجروح نتيجة استمرار التنظيمات الإرهابية المرتبطة بواشنطن والتي تصفها بالمعارضة المعتدلة باعتداءاتها بالقذائف الصاروخية على أحياء سكنية بمدينة حلب. مصدر في قيادة شرطة المحافظة لفت إلى أن الاعتداء الإرهابي أسفر أيضا عن وقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم. أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن معركة تحرير الموصل وكل أراضي العراق الشقيق من رجس الإرهاب هي معركتها، وأن أي محاولة لعبور الحدود هي بمثابة اعتداء على سيادة سوريا. القيادة أكدت في بيان لها أنه بعد بدء العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش العراقي الشقيق والقوى الرديفة لتحرير مدينة الموصل من عصابات داعش الإرهابية وفرار المجاميع الإرهابية تحت وطأة الضربات التي تتلقاها على يد أبطال الجيش العراقي، بدأ يتضح المخطط الخبيث لداعمي الإرهاب الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية لتأمين طرق وممرات عبور آمنة لإرهابيي داعش الفارين من الموصل باتجاه الأراضي السورية. وأضافت القيادة أن الهدف من تأمين تلك الممرات والحفاظ عليهم وحمايتهم من جهة وتعزيز التواجد الإرهابي داخل الأراضي السورية من جهة أخرى في محاولة لفرض واقع ميداني جديد في المنطقة الشرقية على اتجاه دير الزور والرقة وتدمر. وتابعت القيادة أن معركة تحرير الموصل وكل أراضي العراق الشقيق من رجس الإرهاب هي معركتها، وأنها تعتبر ذلك أو أن أي محاولة لعبور الحدود هي بمثابة اعتداء على سيادة الجمهورية العربية السورية، وأن كل من يقدم على هذه المحاولة يعد إرهابيا وسيتم التعامل معه بجميع القوى والوسائط المتاحة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إيقاف القوات الجوية الروسية والسورية قصفها المناطق المسلحين في حلب بدءا من الساعة 10 من صباح اليوم.
كما أعلنت الوزارة عن تهدئة إنسانية في حلب يوم الخميس المقبل تبدأ الساعة 8 صباحا حتى 4 مساء لمرور المدنيين وإجلاء المرضى والمصابين. وزير الدفاع سيرجي شفيغو دعا الدول ذات التأثير على المجموعات المسلحة في حلب إلى إقناع قادتها بوقف القتال ومغادرة المدينة. الفريق سيرجي رودسكوي رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة الروسية أكد أن الإرهابيين في مدينة حلب لا يزالون يتلقون أنظمة صواريخ تاو الأمريكية من داعميهم. وقال رودسكوي إن الإرهابيين لم يتخلوا عن محاولاتهم لاستعادة طرق الإمداد بالأسلحة والذخيرة شرق حلب، معتبرا أن وقف إطلاق النار من جانب واحد لا معنى له وسيسمح لإرهابيي جبهة النصرة والإرهابيين الآخرين المتحالفين معها باستعادة قدرتهم القتالية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف شدد على فصل الفصائل المسلحة التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية ودول إقليمية أخرى عن تنظيم النصرة الإرهابي، وذلك بتزامن مع وقف قصف الطيران السوري والروسي في حلب. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية باراغواي في موسكو إن الطلعات الجوية للطائرات الروسية والسورية في حلب توقفت كبادرة حسن نية. وأوضح لافروف أنه وفقا لما اتفق عليه المجتمعون في لوزان سيبدأ الخبراء العسكريون عملهم في جنيف للفصل بين تنظيم النصرة الإرهابي وما يسمونه بمعارضة معتدلة. مجلس الشعب يناقش خلال جلسته أداء وزارة الصناعة وواقع العمل فيها وسبل تفعيل دور القطاع العام الصناعي بغية دعم الاقتصاد الوطني. وضع حلول لتأمين ما يعاني منه الصناعيون ومساعدتهم وتذليل العقبات بهدف دعم إنتاجهم وتلبية مستلزماتهم والمحافظة على المنتج المحلي وإعادة تأهيل بعض البنى التحتية للمصانع ومتابعة الخطط الإنتاجية بشكل مستمر لتبيان التطور الحاصل فيها، كون الصناعة السورية تشهد تحسنا ونهوضا في مفاصل عملها. عناوين شكلت محاور أساسية لمداخلات أعضاء مجلس الشعب خلال جلستهم برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيس المجلس، مؤكدين في مطالباتهم أهمية النهوض بواقع المناطق والمنشآت الصناعية وتأمين التمويل اللازم لذلك وإحداث معامل جديدة تعنى بالصناعات الدوائية والطبية والنسيجية والمياه وإعادة تأهيل المعامل والمصانع المتضررة في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري والاهتمام بشكل أكبر بحقوق العمال والصناعيين. واقع المدينة الصناعية في الشيخ نجار وجبرين والعرقوب وسواها في حلب في حالة يرسى لها من حيث تأهيل المعامل وقلة التخديم وصعوبة نقل المواد الأولية. كما طلب عدد من أعضاء مجلس الشعب بالعمل على تخفيف الشروط المطلوبة للترخيص للمنشآت الصناعية في محافظة طرطوس وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج في معمل مياه لدراكيش واستئناف إنتاج وتعبئة المشروبات الغازية فيه، بينما جاء التساؤل عن إنجاز الوزارة في اللاذقية لا سيما لجهة ضمان حقوق عمال الغزل والتبغ، إن كانوا بمؤسسة التبغ وإن كان بالغزل والنسيج. هذا الأمر يجب أن يصنفوا هؤلاء الناس من ذوي الأعمال المجهدة. هل تقدم أحد لترخيص معامل لتصنيع الأطراف الاصطناعية الزكية لأبطال الجيش العربي السوري المصابين؟ ولفت أعضاء مجلس الشعب إلى ضرورة إلاء الاهتمام بالمدن الصناعية بشكل عام، لا سيما المدينة الصناعية في يبرود بريف دمشق لجهة تزويدها بالمحروقات والكهرباء وإعفائها من التقنين. ولم يغب عن مداخلات الأعضاء منح قروض تمويل استثمارية صناعية طويلة الأمد وبفوائد لا تتجاوز 5% وإقامة مشاريع متكاملة. ما يعترض عمل الصناعي اليوم مسألة التيار الكهربائي ومادة المازوت، نرجو من الوزارة إيلاء هذا الجانب أهمية.
وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشعب، أكد المهندس أحمد حمو وزير الصناعة أن هنالك تحسنا ونهوضا ملحوظا بالصناعة المحلية، لافتا على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتقديم الدعم للشركات من خلال تأمين مستلزمات إنتاجها وتفعيل تطوير عمل الشركات الخاسرة عن طريق تحديث آليات وخطط الإنتاج. الصناعة ستنهض بجهود عمالنا وستدور معاملنا بعقولهم وأيديهم. انتهجنا في وزارة الصناعة سياسة تتكيف مع المستجدات، ونعمل على استراتيجية ترتكز على استثمار مواردنا المحلي وتعظيم قيمها. والشراكة بين القطاع العام والخاص منهاج عمل لإعادة تأهيل الشركات التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة وخبرات فنية متميزة، مع الحفاظ على ملكية الدولة لكل ما تملكه وحقوق العمال. كما أكد وزير الصناعة أن من أهداف عمل الوزارة هو إعادة تأهيل بعض الشركات وإصلاح الآلات وإعادتها بالسرعة القصوى للإنتاج كشركتي تيميكو والمطاط. تقديم الدعم للشركات الرابحة من خلال تأمين مستلزمات استمرارها في العمل والإنتاج والوصول إلى طاقاتها الإنتاجية القصوى وتعظيم أرباحها. العمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات الحدية لتحويلها إلى شركات رابحة من خلال رفع نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية ودراسة تكاليف المنتجات بشكل دقيق. تطوير عمل بعض الشركات الخاسرة عن طريق تحديث خطوط إنتاجها في المجال الصناعي ذاته، أو إضافة خطوط إنتاج جديدة تتوافق مع الصناعة القائمة فيها، وذلك بتمويل ذاتي أو بالمشاركة مع مستثمرين بموجب اتفاقيات خاصة، بكل حالة على حدة. هذا ورفعت الجلسة إلى يوم غد الأربعاء 19 من تشرين الأول الساعة 10 ظهرا. لطالما كانت الصناعة السورية تشكل رواجا في سوق العمل الداخلية والخارجية، ومع إحدى أدوات الحرب المفروضة على سوريا ألا وهي الحرب الاقتصادية وما تعرضت له المعامل من إرهاب ممنهج، لابد من إيجاد طرق وحلول ليعود للمنتج المحلي ألقه ويساهم في تنشيط العملية الإنتاجية. ناجي شوفان لأخبار التلفزيون العربي السوري، مجلس الشعب. الحكومة توافق في جلستها الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس على فرز المهندسين خارجي الدورات الفصلية الأولى والثانية والتكميلية للعام 2014 و2015، كما وافقت على مشروع قانون الطيران المدني السوري. وافقت الحكومة على مشروع قانون الطيران المدني السوري الذي يتيح إحداث هيئة الطيران المدني ومنح التراخيص لجميع أنواع خدمات النقل الجوي، وتمارس الهيئة وفق المشروع الجديد إدارة وتسيير وتنظيم جميع شؤون الطيران المدني والسلامة الجوية وتقديم الخدمات الملاحية، إضافة إلى منح التراخيص المتعلقة بتسيير الرحلات الجوية في الأجواء والمطارات المدنية السورية لمؤسسات وشركات الطيران المدني الوطنية والعربية والأجنبية. كما يتيح المشروع المجال لإصدار الإجازات والرخص والشهادات والاعتمادات اللازمة للشركات العاملة في النقل الجوي. هذا خطوة كبيرة في طريق حل كافة مشاكل الطيران وتطوير العمل في مجال الطيران. هذه الهيئة التي ستعنى بسلطة التشريع وسلطة الإشراف على الطيران المدني في سوريا، وفصل هذه السلطة عن إنشاء المطارات وعن تشغيل المطارات. هذا المشروع كان ضروري لنقوم من خلاله بالموافقة على ترخيص شركات النقل الجوي وعلى ترخيص شركات الخدمات للمطارات، إضافة إلى تشغيل المطارات وصيانة المطارات واستثمار هذه المطارات، إضافة إلى ذلك إمكانية ترخيص لنوادي طيران وإلى إنشاء مطارات جديدة وإلى نواقل خاصة للطيران في سوريا. الحكومة شكلت مجموعة عمل من وزارات العدل والاقتصاد والمالية للوقوف على واقع القروض المتعثرة في المصارف العامة والخاصة ولتفعيل عمل المحاكم المصرفية، إضافة إلى ضرورة دعم البنية التحتية لهذه المؤسسات المالية لتكون الداعم الأساسي والممول للاقتصاد الإنتاجي الذي بدأت فيه الحكومة على مستوى المشروعات الصغيرة والمشروعات الأسرية.
وبحثت الحكومة واقع معايير الجودة والرقابة على السلع الغذائية وآلية تكثيف الرقابة على المعامل العامة والخاصة وواقع النقل الداخلي في المدن الرئيسية واستثمار وتشغيل باصات النقل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إضافة إلى واقع استثمار المنشآت الرياضية في الاتحاد الرياضي العام. كما أقرت الحكومة مشروع قانون نقل ملكية مشفى تشرين الجامعي باللاذقية إلى وزارة الدفاع. وحرصا من الحكومة على الاستفادة من كوادرها التعليمية، وافقت على فرز المهندسين خريجي الدورات الفصلية الأولى والثانية والتكميلية للعام 2014-2015، والذين يصل عددهم إلى 4949 مهندسا مفرزا، وذلك بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 6 للعام 2004، على أن يتم بلورة آلية جديدة لفرز المهندسين والاستفادة منهم ككوادر تعليمية أساسية في الاقتصاد الإنتاجي مستقبلا. فرز المهندسين رعى ثلاث نقاط أساسية تتمثل باحتياجات الجهات العامة، إضافة إلى رغبة الخريجين وتناسبها مع تلك الجهات ومعدلات التخرج، وكل ذلك تم وفق طريقة مؤتمتة. إلى المعروف، التلفزيون العربي السوري، مجلس الوزراء. افتتاح مستوصف جديد في بلدة حرجلة بريف دمشق بالتعاون مع مبادرة أهل الشام الوطنية. الحرجلة البلد الذي كان الملاذ الأمن لكثير من المهجرين السوريين خلال سنوات الحرب، والتي تسعى الحكومة جاهدة لتأمين كافة مستلزمات الحياة والخدمات فيها وفي مراكز الإيواء التابعة لها، والذي كان آخرها المستوصف الخيري الذي أقامته مديرية الشؤون الاجتماعية في ريف دمشق بالتعاون مع مبادرة أهل الشام ومنظمة الهجرة العالمية. عيادة هون، عيادة أطفال وعيادة داخلية، سوي فحص للمرضى، جهاز رباعي، جهاز تخطيط قلب، جهاز ضغط، يعني عيادة كاملة مجهزة بكل التجهيزات الطبية. لتخفيف الضغط الحاصل على مستوصف القرية الحكومي والتي تدعمه الدولة بكافة مستلزماته، تم التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تم التعاقد مع بين المبادرة ومنظمة الهجرة الدولية IOM لإحداث مستوصف في القرية لتخديم هؤلاء الخاص وتخفيف الأعباء عنهم. رئيس المجلس البلدي أكد بأن المستوصف إحدى النقاط الخدمية الهامة التي تلبي احتياجات المهجرين. تواصل مع محافظة الريف ومشكورة مبادرة أهل الشام ومنظمة الدولية للهجرة اللي تم تأمين مستوصف خيري ليقدم الخدمات الطبية للإخوة المهجرين بكافة الاختصاصات. طبعا صار في عنا عيادة نسائية، صار في عنا عيادة داخلية، في عنا كادر شبه متكامل، وإن شاء الله وعدونا محافظة الريف إنه يوسعوا هالمستوصف الخيري ليصير عيادات شاملة ويقدم كافة الخدمات للإخوة المهجرين. أبغى ما ناقصنا شيء، الدولة كلها متعرفة علينا وكل شيء زيد علينا، والله يحيي الجيش والله يحميهم والله ينصرهم والله يوفقهم. بنشكر يعني افتتاح المركز المستوصف المليح يعني، ونشكر الدولة. المساعي الحكومية والأهلية لتأمين الاحتياجات الضرورية للمهجرين السوريين في كافة أنحاء سوريا تأتي في إطار العون وتقديم المساعدة لهم من هول الإرهاب الذي ضرب مناطقهم وخرب بيوتهم. محافظ طرطوس يلتقي الأهالي في جزيرة إرواد ويستمع إلى مطالبهم وشكاويهم، واعدا بإيجاد الحلول لمشاكلهم خلال فترة قريبة. جزيرة أرواد بمعالمها السياحية والتاريخية كانت ضمن دائرة الاهتمام والمتابعة من قبل محافظ طرطوس صفوان أبو سعدة، الذي قام بجولة على أرجاء الجزيرة يرافق مدراء الخدمات والمؤسسات في المحافظة للقاء الأهالي والاستماع إلى مطالبهم. تم إن شاء الله الوقوف على حلول لعدة مسائل اشتكوا منها أبناء جزيرة أرواد الأهل الطيبون، وإن شاء الله الحلول ستكون خلال فترة قريبة. مطالب كثيرة ركز عليها أهالي الجزيرة ضمن حوار شفاف جمعهم مع مسؤولي المحافظة. جواز السفر بده عدة روحوت، فبنتمنى أن يكون في إلنا نافذة بطرطوس لا يغدو أن البحور من طرطوس أريح وأهين. في عنا احنا طلبين بالشهر، ما بيعطونا أكثر من سيارتين مازوت بالشهر، هالسيارتين لا تكفي حاجة البلد وحاجة الصيادين بأرواد. تم بناء المشفى منذ أكثر من 10 سنوات وهذا البناء ما زال موجود فارغ غير مجهز. نطلب يعني من السيد المحافظ أو من القائمين أو من مدير الصحة
أنه الإسراع بتشغيل هذا المشفى. وأثناء جولته المفاجئة اطلع على واقع الخبز ليفاجأ بقلة الوزن وزيادة في السعر، فأمر بفرض عقوبة على مالكه وتأمين مصدر بديل لأهالي الجزيرة. تضافر الجهود ومتابعة تنفيذ المطالب هو علاقة تفاعلية بين أهالي الجزيرة والمسؤول في سبيل النهوض بواقع هذا المعلم السياحي المميز. في طرطوس أيضا اختتام البرنامج التدريبي نساء صامدات الذي يعنى بتدريب وتأهيل النساء من ذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري. تمكين النساء من ذوي أسر الشهداء وجرحى الحرب وإدخالهم في سوق العمل عبر إنشاء مشروعهن الخاص هو هدف البرنامج التدريبي نساء صامدات الذي اختتم نشاطاته اليوم في فندق رويال إن في مدينة طرطوس برعاية غرفة صناعة حلب لجنة سيدات الأعمال بالتشاركية مع غرفة صناعة وتجارة طرطوس. البرنامج التدريبي نهدف في نهاية هذا البرنامج أن تكون النساء قادرات فعلا أن تفكرن بمشروعهن الخاص وكيف نستطيع دعم هذه المشاريع في المستقبل عن طريق ربطهن بالمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير. هو عمليا مساعدة لذوي الشهداء معنوية ونفسية عن طريق تأهيلهم ليواجهوا الحياة ويقدروا يقوموا بأعمال لو بسيطة وينطلقوا منها. على مدى 10 أيام متتالية تم تدريب 17 سيدة من جميع مناطق طرطوس على مهارات الحياة وإدارة الوقت وفريق العمل وكيفية البدء بمشروعهن الخاص والحصول فيما بعد على سجل تجاري وصناعي. اليوم الاقتصاديات كثير من الدول عم تبني على مشاريع صغيرة ومتوسطة. عملت لنا نقلة نوعية بفكرنا، قربت لنا الواقع. مشروعنا هو نساء صامدات، تعلمناه اليوم بالدورة، وضع خطة العمل، كيف نحن بدنا نخطط لعملنا، خطواته، نبدأ بالأمور التمهيدية لإله. يذكر أن هذا البرنامج التدريبي انطلق من مدينة حلب بمبادرة من لجنة سيدات أعمال غرفة صناعة حلب ومنها إلى دمشق وطرطوس، وسيتم تعميمه قريبا على جميع الغرف الصناعية في سوريا. تستمر في مدينة تدمر حملة التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة، وتستهدف جميع الأطفال دون سن 5 بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة. أطلقت في مدينة تدمر الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للفئة العمرية دون 5 سنوات بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمات الصحة العالمية بهدف تعزيز المناعة المجتمعية. أهالينا الكرام، في تدمر حملة تلقيح ضد مرض شلل الأطفال تبدأ من اليوم وتنتهي يوم الخميس لجميع الأطفال من عمر يوم لعمر 5 سنوات. اللقاحات آمنة، مجانية، متوفرة. حملة اللقاح جيدة بتدمر وعم يقوموا بعمله وكاملة، والحمد لله أطفالنا بصحة جيدة وما فيها أي شيء. أنا اليوم لقحت أخي صغير والحمد لله اللقاحات موجودة. تقريبا كل شهرين في حملة عم نقوم فيها، اللقاحات مجانية متوفرة آمنة من أرقى أنواع اللقاحات في العالم. إذا حكينا موضوع ثاني دكتور، موضوع المرشات للحشرات، هل يعني علمنا أنها جاهزة ولكن لم تم رشها في المدينة؟ مديرية الصحة مشكورة ستقوم بحملة رش، لكن العائق هو مجلس مدينة تدمر. بدنا فقط الآلية، كافة الأدوات ومستلزمات الرش متوفرة في المديرية وموجودة، حتى يعني ممكن نجيبها خلال يوم، خلال 24 ساعة، لكن نحن لعاق عنا المرشات. متى ما توفرت المرشات سنقوم برش المدينة وسنقوم برش البؤر. لأخبار التلفزيون عدنان الخطيب، تدمر. بحث محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي مع الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف هناء سنجر عددا من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة والممولة من قبل المنظمة، ولا سيما ما يتعلق بترميم المدارس وتأهيل مياه آبار الشرب وبتأمين مضخات غاطسة لها. وأشار المحافظ إلى أهمية الدعم الذي تقدمه اليونيسف في مجال تأهيل وصيانة عدد من المدارس وآبار مياه الشرب بالسويداء. بدورها بين السنجر أن عدد المدارس التي تم تأهيلها وترميمها في المحافظة خلال العام الدراسي الماضي بتمويل من المنظمة بلغ 20 مدرسة، بالإضافة إلى تأهيل 10 آبار لمياه الشرب بشكل كامل مع مولداتها.
ووعد السنجر بتقديم 25 مضخة غاطسة جديدة لصالح آبار مياه الشرب، بصيانة 50 مضخة غاطسة قديمة ومعطلة بقيمة 50 مليون ليرة. بحث رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي مع وفد من جمعية ميدي بالستاين السويسرية أوجه التعاون العلمي والأكاديمي بين الجانبين وإمكانية تقديم مساعدات طبية للمشافي والهيئات والمؤسسات الصحية والعلمية السورية. وأكد دكتور الكردي أهمية وضع خطة للتنسيق في مجالي الهندسة المعمارية والجراحة النسائية بما يخدم مصلحة الطلاب والأطباء السوريين. رئيسة الجمعية الدكتورة ميسون عراقي اختصاصية جراحة نسائية وأورام في مشافي سويسرا قالت: جئنا إلى سوريا لنعرب عن تضامننا مع الشعب السوري وصموده في مواجهة ما يتعرض له ولوضع خطط ومشاريع مستقبلية من أجل التعاون المشترك. تركزت الندوة العلمية التي أقامتها كلية الزراعة بجامعة البعث بحمص حول تأثير استخدام المخلفات الصلبة والسائلة في خصائص التربة. وأكد المشاركون أهمية الندوة العلمية التي تبحث في موضوع ينعكس على المنتج الزراعي والأمن الغذائي، وذلك نتيجة التلوث الحاصل من المخلفات الصلبة والسائلة التي تتحلل في التربة وتؤدي إلى نتائج خطيرة عليها. يشار إلى أن الندوة تتضمن 12 بحثا حول موضوعات عديدة في الزراعة. دعا محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر خلال لقائه مديري فروع المصارف في المحافظة، دعا إلى ضرورة الإسراع بالانتهاء من تجهيز فرع المصرف التجاري السوري لوضعه في الخدمة وبتأمين الكادر الإداري لسد النقص في العاملين بفرع مصرف التوفير. وأشار مدير فرع المصرف التجاري إلى أن المصرف سيباشر عمله الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من أكثر من 90% من التجهيزات الفنية واللوجستية، فيما طالب مدير فرع مصرف التوفير برفد الفرع بعدد من العاملين لسد النقص الحاصل وبتقديم كل الخدمات المصرفية للمواطنين. مدير فرع مصرف التسليف الشعبي لفت إلى أن الفرع بدأ بمنح القروض لذوي الدخل المحدود وبسقف 500,000 ليرة سورية. أكد مدير عام المصرف العقاري دكتور أحمد العلي أن قرار مجلس النقد والتسليف المتضمن منح المصارف العامة هوامش لرفع معدلات الفائدة على الودائع إلى نسبة 20% كانت له أثار إيجابية على المصرف، كما عكس استمرار ثقة المواطن السوري بعملته الوطنية وبالمصارف التي لا تزال ملاذا آمنا للادخار. من جهته بين مدير التسليف في المصرف المهندس ياسين طلس حول قرض السلع المعمرة أن مجموع القروض التي منحت منذ انطلاق القرض بلغت 198 قرضا بكتلة نقدية سجلت 44,749,000 ليرة، لافتا إلى أنه في حال وافق مجلس النقد والتسليف على المقترحات التي قدمت بخصوص بعض التعديلات على ضوابط القرض من شأنه أن يرفع حجم الأموال الموظفة ثم يرتفع بعائدات المصرف.